كما ينضم إلينا مشاهدينا من الأراضي المقدسة موفد التلفزيون المصرية عبد الله بركات. يعني عبد الله، لو يعني أنت الأقرب إلى الصورة، لو تضعنا في الأجواء لديك، يعني هذا الموسم هو الأكبر منذ تفشي جائحة كورونا، لو تضعنا في التفاصيل أكثر لديك، وأيضا الوضع تطمئن على وضع حجاج بيت الله الحرام وبخاصة البعثة المصرية. نعم، نحن الآن قبل ساعات قليلة من النفرة إلى المزدلفة والتي يبيت بها الحجاج حتى فجر يوم عيد الأضحى المبارك، يتوجهون بعدها إلى منى. الآن كما نرى حتى في الخلفية، نحن أمام مسجد نمرة والذي أقيمت به صلاة الظهر والعصر جمع تقديم. بعد أداء الصلاة مباشرة نجد أن جميع الحجاج والذي يصل على عددهم إلى 1,000,000 حاج موجودين على صعيد عرفات. من بين هؤلاء الحجاج حوالي 20,000 حاج مصري. تقوم وزارة الداخلية والمشرفة على بعثة حج القرعة بتقديم الخدمات لهم والتيسيرات، وهذا ما انعكس على نجاح عملية التصعيد التي تمت بالآن أمس بواسطة الحافلات المجهزة ومن الفنادق القريبة من الحرم المكي، وشهدت نجاحا كبيرا بوصول كافة البعثات ومنها بعثة حج القرعة إلى أماكنها المخصصة في المخيمات والقريبة جدا من جبل الرحمة. نحن نعرف أن المصريين بيتوجهون مباشرة أو يحبون أن يتوجهوا إلى جبل الرحمة، وهذا ما حدث بالأمس منذ مجيئهم. وصباح هذا اليوم أعداد كبيرة من المصريين توجهت إلى جبل الرحمة نتيجة لقرب المخيمات من هذا المكان. على مدار اليوم كان هناك جهود كبيرة بتقوم بها ضباط وأفراد بعثة حج القرعة، سواء في المخيمات بتوفير كافة الاحتياجات الأساسية الخاصة بالحجاج، سواء من الوجبات الساخنة، المبردات على مدار اليوم، وكذا ما يتعلق بوجود أفراد أمن من جانب المطوفين على المخيمات لمنع دخول أي شخص غريب عن المخيم، وجعل الأمر للاستمتاع فقط للحجاج. وأيضا وجود وعاظ ووجود رجال دين داخل هذه المخيمات لإقامة الصلاة ويعني خطبة يوم عرفة. هذه التجهيزات يعني لاقت ارتياح كبير من جانب الحجاج المصريين الذين التقيناهم هنا على صعيد عرفات، حيث أكدوا على النجاح الكبير والارتياح للخدمات المقدمة لهم من وزارة الداخلية المشرفة على بعثة الحج الرسمية بالتنسيق مع السلطات السعودية، والتي نجد هنا أن هناك جهود كبيرة بتبذلها السلطات السعودية على هذا الصعيد. يمكن الأمر كما نجد ليس بالكثافة الكبيرة التي كانت موجودة في أعوام ما قبل جائحة كورونا، حيث كانت الأعداد تصل إلى 3 ملايين وأكثر، لكن هذا العام العدد هو 1,000,000. بالتالي فإن الحج له مكان أكثر أو مخصص له مكان أو مساحة أكبر من الأعوام السابقة، وهذا ما نلاحظه في الشوارع، سواء الشوارع الرئيسية أو الجانبية هنا على صعيد عرفات، حيث أن يعني هناك يعني سيولة كبيرة مرورية، أعداد ليست يعني بالازدحام الذي كان موجود في أعوام ما قبل جائحة كورونا. السلطات السعودية، وكما نرى أن عرفة مميزة بشيء جميل، وهو وجود الأعمدة التي تقوم برش رذاذ المياه على الحجاج نتيجة للارتفاع الكبير الذي كان صباح هذا اليوم في درجات الحرارة، لكن الآن درجات الحرارة بدأت في الانخفاض والجو يعني معتدل إلى حد كبير، وبالتالي نجد أن هناك حركة كبيرة موجودة داخل صعيد عرفات من جانب الحجاج، وأيضا حتى في الخلفية يعني المسافة بعيدة بعيدة قليلا عن جبل الرحمة الموجود في الخلف والذي يكتسب اللون الأبيض نتيجة وجود أعداد كبيرة من الحجاج تحاول الصعود حتى الشاهد الموجود على جبل الرحمة. يعني استعدادات كبيرة من الجميع لإنجاح هذا الموسم الاستثنائي الخاص بالحج، والذي يعد عودة ما بعد جائحة كورونا بهذا العدد الذي يمثل ثلث الأعداد الطبيعية التي كانت تأتي إلى هنا. يعني الارتياح الكبير من جانب الحجاج المصريين والذي سينعكس أيضا على عملية النفرة ستكون بعد قليل، ووجود الحافلات في محيط هذه المخيمات يجعل الحجاج المصريين يستقلون هذه الحافلات بسرعة كبيرة، ثم يتوجهون إلى المزدلفة ومنها إلى منى، ومنها هناك التجهيزات أيضا الكبيرة للحجاج الذين يريدون المبيت في منى على مدار أيام التشريق، حيث الوجبات الساخنة وحيث أماكن الإقامة اللائقة بالحجاج. وهذا العام أيضا المخيمات موجودة بالقرب من جسر البحر.
الجمرات ما يوسع على الحج التوجه إلى جسر الجمرات والعودة مرة أخرى. موسم استثنائي وتخطيط وتنسيق وتكامل قامت به وزارة الداخلية المشرفة على بعثة حج القرعة لإنجاح هذا الموسم الاستثنائي. يعني بالفعل واضح الصورة خلفك عبد الله بركات. يعني لو تطلعنا أيضا، هل هناك خدمات صحية بتقدم لحجاج بيت الله الحرام أثناء تأدية المناسك؟ بالطبع، يعني مع انتقال أو تصعيد الحجاج من مكة المكرمة ومن فنادق إقامتهم في مكة المكرمة بينتقل معهم مباشرة أيضا البعثة الطبية المصرية، وقوامها حوالي 90 من الأطباء بيتوجهون أيضا إلى عرفات حيث يقدمون الرعاية الطبية للحجاج من البعثات النوعية المختلفة. إضافة أيضا أن وزارة الداخلية أو بعثة حج القرعة بتصطحب مع أطباء من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية. أيضا موجود على المستوى السعودي بالطبع هناك عدد من المستشفيات، هنا مستشفى جبل الرحمة، مستشفى عرفة، هنا مركز خاص بارتفاع درجات الحرارة. كل هذه المراكز الصحية الموجودة هنا، أيضا الهلال الأحمر السعودي الذي يطوف المكان ذهابا وإيابا ويلبي طلبات الحجاج. هنا أيضا متطوعين خاصين بوزارة الصحة السعودية بيقوم بالتجول هنا لتقديم الرعاية الطبية والصحية الخاصة بالحجاج. لكن على المجمل فإن حالة الصحية للحجاج المصريين على ما يرام نتيجة الإجراءات المسبقة التي اتخذتها الدولة المصرية والخاصة بالضوابط الخاصة بالحج، ومنها عدم وجود حالات مزمنة، أمراض مزمنة هنا، وتحديد السلطات السعودية سن 65 عام. كل هذه الإجراءات قامت بها تيسير كثيرا مع الإجراءات الطبية والصحية المتخذة هنا. طبعا بنتمنى السلامة والأمان لجميع حجاج بيت الله الحرام. موفد التلفزيون المصري عبد الله بركات، شكرا جزيلا لك.